احنا نتامل مستقبلا تكون المراه لا مجال على دخول لا حجاب على دخولها، تدخل الملعب، تدخل الشوره، تدخل جميع الاشياء الخاصه بها كالرجل بالضبط. حقيقه انا من الناس اللي اتمنى من سنوات فاتت انه ايه يا تعطى المراه حقها. والله هذا انصاف، المرأة تدخل تشارك في احتفالات الوطن، هذا انصاف للمرأة. المرأة جزء لا يتجزأ من المواطن السعودي. والله انا فعلا حضرت اكثر من قبل 15 سنة وانا احضر لوحدي، وهذه المناسبة فعلا سعيدة جدا، يعني انه يسمحون للنساء بالحضور، لانه فعلا الان الشعب يثبت انه شعب طبيعي مثل كل الشعوب، النساء يقدرون يحضرون المناسبات مع الرجال ولا في اي مشاكل ولا في اي يعني موانع للامر هذا يعني.